طب بص بقى يا حسني، انا عايزك تثبت لي انك مخلص وان مراد بيه عندك اهم من اي حد تاني. انا تحت امر مراد بيه وبس، مش هطلب منك طلب صعب. ليلى، انا عايزها وبمزاجها، ومش هعدي لك الاختبار ده ببلاش. لا، انا هديك اللي انت عايزه. ايه صعب؟ انا هديك 50,000 جنيه، وبعدها بثانية واحدة اعتبر نفسك بتشتغل معايا، او هسفرك المكان اللي انت عايزه. صحتك يا باشا. صحتك مورو. مساء الخير. ليلى، اتأخرتي كده ليه؟ ده حسني هنا من بدري قوي. ما حياتك، انا جيت اهو زي ما حياتك عايز. خير؟ كان في حاجه؟ خير طبعا. احب اعرفك، العم سام. الو. انا بقول له العم سام، هو اسمه سام بس انا بقول له العم سام. تصوري يا ليلى، عايز يطلع يسهر بره عشان يفرفش ويضحك. قلت له طب وليه؟ ما احنا عندنا هنا في الفيلا ممكن نضحك ونسهر ونعمل كل حاجه، وهخليك تفرفش على الاخر. اوكي سام. اوكي مورو. هنجربك في المزاج والفرفشه. بس يا ليلى يا باشا، مالهاش في الفرفشه. انت حد اذنك تتكلم؟ انا اقصد يعني انها مالهاش في. خلاص قوم قوم رص الحجر اللي باشا، ولا عايزه يزعل منك. حاضر يا باشا. وانت يا ليلى، عندك فستان فوق، عايزك تلبسيه وتنزلي عشان تفرجينا على راسك. يا باشا، ليلى ملهاش في الراس. انت مجنون! مجنون يا ابني! روقوه! ما تبصيش يا ليلى. ما تعمليش اللي بقولك عليه ده! يا ليلى! انت واقفة بتعملي ايه؟ روحي! روحي! مش هتروح! ليلى مش هتمشي! لو مشيت، انت مش هتمشي من هنا سليم! سليم! وانت يا ليلى، سلام حبيب قلبي. ايه مورو؟ مش وقته خالص، احنا عندنا ميعاد مهم جدا لازم نروحه. انا بعرف ارقص مورو. يلا حبيب قلبي، يلا يلا. اه يلا حبيبي. نصيحة مني يا حبيب قلبي، ما
لازم تعرف انت عايز ايه من الدنيا، وايه اللي تقدر عليه وايه اللي ما تقدرش عليه. واهم حاجة بقى اللي عايزك تعرفها كويس قوي، ان انا لما بقى عايز حاجة لازم اخدها مهما حصل، مفيش حاجة بتقف قصادي. وانت ملكش اي قيمة عندي، افعصك بين صوابعي بدوس عليك. اوكي؟ صدق وامن بالله، مراد ده مش راجل، لانه لو راجل ما كانش جابك ودحلبك وحطني قدامك علشان يقول لك انت مش هتقدر تعمل حاجه، كان واقف قصادك كده، ولولا شويه الغجل اللي كانوا واقفين معاه دول والمصحف ما كان يقدر يعمل ده ولا نصه حتى. ده بيخاف منك. فكها بقى يا حسني بقى. جري يا حسني، انت هتعيط ولا ايه؟ كسرني يا ليلى، حسس ان انا ماليش لازمة، ان هو ممكن فعلا يدوس عليها بجزمته زي ما قال. فاشل، ده انت سيده وسيد سيده كمان. ده انا كنت مطمنة بس عشان انت جنبي، ولعلمك ده كان تمام ولا يستجري كان يعمل حاجة اكتر من اللي عمله عشان انت موجود وكان خايف منك. انت طيبة قوي يا ليلى. وانت جدع يا حسني، وراجل وسيد الرجالة كمان، وكبرت في نظري. ولعلمك بقى، هو النهارده قوي بفلوسه وانت بكره هتبقى اقوى منه بليون مره عشان هيبقى معاك فلوس اكتر منه. هتفكها بقى يا اخي، هي ناقصه نكد. انا ما بحبش النكد، كفايه البوز اللي مستنيني في البيت. اه والله. عارف يا حسني، انت مليت دماغي. اه والله العظيم، أول مرة في حياتي أحس إن في راجل واقف في ظهري ومش خايفة من حاجة. لا مش أي راجل، راجل إنما إيه؟ قمر طول بعرضه وحاجة حلوة كده. جرايه يا بنت، أنت هتعكسيني ولا إيه؟ أوكي يا عم، والنعمة الشريفة ما حد واخد منها حاجة ولا مستاهل. دي مين دي؟ التانية. أكون مين يعني؟ الدنيا صعبة أوي يا حسني، أوي، وخصوصا على اللي زيي. ما عملتيش حاجه،